السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ محاضرة جديدة في الجلدية. محاضرة النهاردة هنحاول نتكلم عن الفيرال انفكشن والفانجل والبارازيتيك انفستيشن. المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن البكتيريال سكين ديسيز، هنبدأ النهاردة نتكلم عن الفيرال سكين ديسيز. في البداية كده بيرجع يفكرك إن الفيروسات في منها نوعين على حسب المادة أو النيوكليك أسيد الموجود فيها. في الفيروسات النيوكليك أسيد بتاعها دي إن إيه زي الهيربس فيروسز، سواء هيربس سيمبلكس او فاريسيولا زوستر، والعيله الثانيه زي البوكس فيروسز زي المولاسكم كونتاجيوزم اللي هنتكلم عنه، والعيله الثالثه اللي هي البابوفا فيروس زي الهيومن بابيلوما فيروس. ويمكن هم دول الفيروسات اللي هنتكلم عنهم. بقيه الفيروسات اللي هم الار ان اي فيروس، سواء الروت الاتش اي في او الباراميكس فيروس زي الميسل، مش هنتكلم عنهم يا جماعه. احنا بس هنتكلم عن الثلاث فيروسات اللي هم الدي ان اي فيروسز، ونبدا باول واحد وهو الهربس فاميلي. نبدا بالهربس سامبلكس. مبدئيا كده الهربس فيروسز هم عباره عن 8 عائلات او 8 افراد للعيله ديت. اللي هنتكلم عنهم او اللي هنهتم بشرحهم هو هربس سامبلكس تايب 1 وهربس سامبلكس تايب 2. تايب 1 بنقول عليه الاورال هربس، وتايب 2 بنقول عليه الانوجينيتال هربس. الباثوجينيسيس ازاي؟ مبدئيا الفيروسات بتتنقل باي دايركت كونتاكت، باي دايركت كونتاكت تمام، او كيسنج، لان اورال ده هيتنقل عن طريق الاورال ميكوزا او الصاليفري سكريشن بتاعت الشخص. والانوجينيتال معروف ان هو هيتنقل سيكشوالي ترانزميتد طالما هو انوجينيتال. الانفكشن عندنا بتاعت الهربس فيروسز بالذات بتكون في صورتين، الصوره الاولانيه هي برايمري انفكشن والصوره الثانيه سكندري انفكشن. دكتور مش فاهم، الفيروس يا جماعه موجود مثلا في السليفري سكريشن بتاعت شخص مصاب، هتبتدي ان هي تتنقل لشخص غير مصاب، هتبتدي ان هي في البدايه توصل للابيثيليال سيلز بتاعته، حبيبات الفيروس هتوصل للابيثيليال سيلز. بعد كده حبيبات الفيروس هتبتدي ان هي تتنقل من خلال النيرف اندنج اللي بتغذي الابيثيليال سيلز لحد لما تروح وتقعد هناك وتبقى دورمنت في الخليه العصبيه. يبقى بتبقى ليتنت او دورمنت في الخليه العصبيه. ده اللي هو اول مره الشخص ده يتعرض للفيروس، ده اسمه البرايمري اتاك. طيب الشخص ده في الغالب هيخف من البرايمري اتاك، معظم الناس بتخف من البرايمري اتاك الا لو شخص بقى مناعته ضعيفه خالص زي اتش اي في اميونو كومبرومايزد ان كنترولد دايابيتس. طيب ففي الغالب زي ما قلنا هيخف بعد فتره لما مناعته تضعف شويه، زي مثلا دور برد دور سخونيه، يبتدي الفيروس ينزل الونج النيرف ويرجع تاني للابيثيليال سيلز اللي كان صايبها قبل كده. تمام، هيرجع لها ويبتدي ان هو يعمل فيها الحاله المرضيه او الاعراض بتاعه المرض تاني. تمام كده، فدي اللي هي السكند انفكشن. يبقى البرايمري انفكشن اللي بتحصل في الاطفال الصغيرين انفنت وتشايلد هود، اول مره يتعرضوا للفيروس، الفيروس بيقعد في الجلد شويه وبعدين يطلع للنيرف لحد لما يوصل للجانجليون اللي هي الدورسال روت جانجليون بتاعه السنسوري نيرف لو كان بريفرال نيرف، او السنسوري جانجليون بتاعه الكرينيال نيرف لو كان كرينيال نيرف. السكندري انفكشن بتحصل لما الليتنت فيروس يبتدي ان هو ينزل من الدورسال روت جانجليا او الجانجليون بتاعه الكرينيال نيرف لحد لما يوصل للجلد المصاب. الباثولوجي الموضوع كله عباره عن ايه؟ تغير في الجلد. بين قوسين اكتب يا جماعه، اكتب بيحصل دكتور اكانسولايتس، يعني بيحصل تكسير في الديزموزوم الموجود بين الخلايا. التكسير ده ينتج عنه ان يحصل بالونينج او فيزيكال او بولي. فنقدر نقول ان الباثولوجي هو عباره عن جروب ديفيزيكال اون اور سيمت سبيس. جروب ديفيزيكال يعني بيتكون عندك اكتر من فيزيكال وفي التهاب موجود حاليهم، فبنقول اون اور سيمت سبيس. جروب ديفيزيكال اون ايه؟ اون اور سيمت سبيس. فده الشكل العام عامه. البرايمري بيكون معاه كونستيتيوشنال مانيفستيشن زي ارتفاع في درجة الحرارة، زي ماليز وتعب. الشكل هو جروب ديفيزيكال اون ارسيمتا سبيس. بعد لما الفيزيكال دي تنفجر بتعمل ايه؟ بتعمل كراست. تمام؟ طيب مدة الفيزيكال بتقعد قد ايه؟ بتقعد شهر تقريبا، من اسبوعين لست اسابيع، يعني متوسط شهر. وده مهم ان الفيزيكال في البرايمري انفكشن بتقعد شهر يا جماعة. ممكن الانفكشن تكون فين؟ على حسب المكان بتاعها او على حسب الكونتاكت، لان احنا قلنا ان هي بتتنقل بالكونتاكت الدايركت كونتاكت. اول حاجه عن طريق الكيسنج، واحد مصاب او عنده الفيروس ليتنت رايح باس وطفل صغير من الاورال كافيتي بتاعه،
ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل في الطفل الصغير ده هو برايمري جينجيفو ستوماتايتس، التهاب في الجينجيفا والاورال كافيتي. الالتهاب ده عباره عن ايه؟ جروب دي فيزيكال اون اريثيماتوس بيز، لما تنفجر تبتدي انها تتحول لالسر خفيفه كده، تمام؟ طيب الكيراتو كونجكتيفايتس، هنا انتقل عن طريق العين، هنا اتنقل عن طريق العين، هيعمل ايه؟ هيعمل دندريتك ألسر، هيعمل دندريتك ألسر. وكلمه دندريتك مهمه، اللي احنا اخدناها في الرمد السنه اللي فاتت، دندريتك ألسر. والدندريتك ألسر بتكون بينفول ألسر، لان احنا عارفين ان الكورن يا جماعه ريتش في النيرف اندنج، ريتش في النيرف اندنج، فالألسر اللي هتحصل والالتهاب اللي هيحصل هيبتدي ان هو يعمل ايه؟ يبتدي ان هو يعمل بين او يحفز النيرف اندنج دي. ده بالنسبه لهربس تايب واحد. هربس تايب اتنين بيعمل ايه؟ بيعمل فولفو فاجينايتس. بيعمل ايه؟ بيعمل فولفو فاجينايتس. هربس تايب 2 بيعمل فولفو فاجينايتس. طبعا هي ممكن تكون في الفولفا، الفيزيكال تكون في الفولفا او في الفاجينا من جوه، ايفن كمان انها ممكن تكون في اليوريثرا او تطلع لليورينري بلادر فوق فتعمل لك يوريثرايتس او سيستايتس، تمام؟ طيب ده بالنسبه للبرايمر جينيتال انفكشن في الفيميل. طب البرايمر جينيتال انفكشن في الميل بتعمل ايه؟ بتعمل فيزيكال على البينس ذات نفسه او في البيوبيك اريا، وبيكون معاها ليمف نود افكتد، يعني حجم الانجوينا الليمف نود كبير، انجوينا الليمفا دينوبس، وبتكون تندر لان ديت انفكشن يا جماعه، انجوينا الليمفا دينوبس بتكون موجوده عند حضرتك. ده بالنسبه للايه؟ للافكشن في الميل والفيميل. بالنسبه لايه؟ بالنسبه للجينيتاليا، تمام، او الجينيتال هيربس اللي هو بنقول عليه الانو جينيتال هيربس. خد بالك بقى ان الدكاتره بتوع السنان والجراحين بيظهر لهم حاجه اسمها ويست لو هيربس، ويست لو هيربس او انيكيوليشن هيربس. ايه الانيكيوليشن هيربس او الويست لو هيربس ده؟ لما انت تتعامل مع مريض عنده فيزيكال في الاورال كافيتي زي دكاتره السنان، او عنده السر حتى في الاورال كافيتي وانت ما كنتش تعرف ان الالسر دي كانت فيزيكال قبل كده وديت بتاعت هيربس، فانت بتبتدي انك تصاب. تصاب فين؟ تصاب في صباعك اللي بيتعامل، صح؟ فتلاقي ان الشكل الفيزيكال طالع على الصباع شكلها غريب، وتلاقي ان الليمف نود الموجوده في المكان اللي هي في الابر ليمب اللي هي السوبرا تروكلي اللي فوق التروكليا بتاعه الهيومرس، ادي حتى ادي الشكل عندنا اهو، ادي الايد السوبرا تروكليا الليمف نود موجوده في المنطقه دي على التروكليا من ورا، تمام. والاكزيلر ليمف نود هتلاقي ان هي افكتد، كون انك تلاقي الاثنين اللارجد وفي فيزيكال يا جماعه موجوده على الصوابع يبقى خلاص ده اسمه ويتلو، ويتلو هيربس او بنقول عليه انيكيليشن هيربس. برده موجود في الجراحين اللي بيعتمدوا بايديهم برده على الليجن الموجود. الحاجه اللي بعد كده حاجه اسمها كابوسي فاريسيلي فورم ايربشن، اكتب جنبها، اكتب اكتب جنبها ايه؟ جنراليزد فيزيكال، اكتب جنبها جنراليزد فيزيكال. المفروض ان الفيزيكال اللي هي بتتجمع اون ارسيمتاس بيز بتكون لوكاليزد في مكان واحد، كون ان انت تلاقي جنراليزد في الجسم كله فده اسمه ايه؟ اسمه كابوسي فاريسيلي فورم ايربشن، كابوسي فاريسيلي فورم ايربشن. وده بيحصل في الاشخاص اللي عندهم اوريدي اتوبيك ديرماتيتس واتصابوا بهربس، لما يتجمع المرضين دول مع بعضهم الهربس الفيزيكال بتاعته بتكون في الجسم كله مش في حته واحده من الجسم، خلاص كده؟ طيب اللي هي جنراليزد فاكسينيفورم ايربشن، ليها امبليكيتد سنتر وبتكون حجمها كبير وماليه الجسم. ده بالنسبه لايه؟ للبرايمر هيربس. تعالى ناخد السكندري هيربس يا جماعه، او ما يعرف باسم الريكارنت هيربس سامبلكس. هل ليه بيرسبتيتنج فاكتور؟ زي ما قلنا ده هيحصل، الفيروس هينزل من الدورسال روت جانجليا يفضل يتمشى كده لحد لما يوصل الجلد تاني ويعمل فيزيكال للمره التانيه. فاكيد في فاكتورز معينه هتفوق الفيروس من مكانه اللي هو قاعد ليتنت في الدورسال روت جانجليا، هتقول له انزل انزل. ايه هي الفاكتورز دي؟ حاجات بسيطه، كومن كولد، سان اكسبوجر، فيبرايل كونديشن، عنده دور انفلونزا خفيف، تروما صغيره خالص، او السايكولوجيكال ستريس حتى. كل الحاجات ديت اي حاجه منهم ممكن انها تؤدي لان ايه؟ لان الفيروس ينشط ويرجع تاني. طيب وهل يعقل هذا؟ طبعا يعقل هذا. يعقل ازاي؟ يعني اقول لك يا سيدي ان دلوقتي ديورنج الاستريس الاشخاص اللي موجود عندهم الفيروس دورمانت بيبتدي ان هم يطلع لهم اورال السرز. طب الالسرز دي جت ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب الري اكتيفيشن. موجوده فين السكندري السر؟
السكندري ألسر أو السكندري فيزيكال، يعني السكندري ديسيز، يعني ريكارنت هيربس موجود فين؟ المرة دي مش موجود بقى في الجينجيفا والأورال كافيتي، لا هو موجود بيري أوريفيشيال، حوالين الفتحات الموجودة في الفيس، حوالين الليبس، حوالين النوستريل، حوالين التشيك. ايه ده يا دكتور؟ ده شبه مين؟ ده شبه الكراستد امبيتايجو كده، او شبه البولس امبيتايجو كده. اه، ما البولس امبيتايجو والكراستد امبيتايجو كان بيجي حوالين الاماكن دي، هي نفس الاماكن، عشان كده انت في بعض الاحيان بتلخبط بينهم. بس ما تنساش ان هنا جروب دي فيزيكال حجمها صغير، انما في البولس امبيتايجو لا، دي كانت بوليا حجمها كبير. طيب ممكن يكون موجود على الميوكس ممبرين، اه ممكن يتواجد على الميوكس ممبرين زي البكال مثلا، ميكوزا، زي التانج، زي الفارينكس، زي اللارينكس، الكونجكتيفا، وديت اماكن انكومن بالنسبه لنا. انما الكومن هو بيري اوريفيشال. الجينيتاليا ممكن يرجع عليها، اه ممكن يرجع عليها عادي في اي مكان في الجينيتاليا، الجلانس بتاعه البينس، الكليترس في الفيميل، او السيرفكس، اليوريثرا، اي حاجه. هو الشكل المميز ان هي جروب دي فيزيكال اون ريسيمتس فيس. لما تفرقع الفيزيكال مش شبه بقى البولس امتايجو وتطلع لك بص، لا يا جماعه، الفيزيكال لما بتفرقع بتطلع سيرس فلويد، كلير فلويد، كلير فلويد. لو لقيت ان فيها بص يبقى ده معناه ان هي سكندري بكتيريال انفكشن، سكندري بكتيريال انفكشن، خلاص كده. طيب طبعا الايروجن بتاعها بيقعد بكتير وخالص 12 ساعه، اللي هو الفتحه اللي اتفتحت دي بتقعد 12 ساعه وتتصحح بالجلد من 5 ل 7 ايام. التشخيص بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الكلينيكال بيكتشر. اصل حاجه مميزه كون اللي انت تلاقي جروب ديفيزيكال اونر سيمتس بيز، دي حاجه مميزه. في تيست برضه ممكن ان هو يعرفك اكتر لو انت متلخبط بينها وبين البولس امبيتايجو، اسمه التزانك تيست. ايه التزانك تيست؟ بتعمل سكرابنج للفيزيكال. يعني ايه؟ يعني بتقعد انك تاخد حتت كده منها بمشرط وتحاول انك تعمل سكرابنج للسيلز، بتكحت شويه خلايا من الفيزيكال من البيز بتاعها، وبتبتدي انك تصبغها بالجيمز ستين. لو لقيت موجود عندك جاينت مالتي نيوكليتد سيل، فخلاص دي بوزيتيف للفيروس، لان الحاجه الوحيده اللي بتعمل جاينت مالتي نيوكليتد سيل هي مش الوحيده والله، هي كل الهيربس فيروسز بتعمل جاينت مالتي نيوكليتد سيل. ممكن ان احنا نعمل دايركت اميونو فلوريسنس، انك تجيب انتي بادي وتصبغها ضد حاجه مميزه في الفيروس، او انك تعمل بي سي ار للفيروس على طول، كون انك تلاقي الدي ان اي بتاع الفيروس، فخلاص مبروك عليك انت مصاب بهربس. بس اكيد يعني الموضوع كله كلينيكال، يعني مش ما بنلجاش الحاجات دي يا جماعه الا في الحاجات الاتيبيكال، والاتيبيكال دي بتكون موجوده في الاشخاص اللي عندهم ايه، اتش اي في، او الاشخاص اللي جالهم الفيزيكال في جسمهم كلهم، اللي احنا قلنا عليها الفيروس الهربس فيروسيس فورم، فيروسي فورم ايربشن، ديفرنشال دايجنوزس، كل الحاجات اللي بتعمل فيزيكال. العلاج هتلاقي نفس العلاج بتاعت الكراستد امتايجو، نفس الحكايه برضو، يقول لك افويد البري ديسبوزنج فاكتور، لو برايمري انفكشن سيفير عالجه في المستشفى، كومبريس عشان تشيل الكراست، دراينج ايجنت زي الجينتيان فايولت، لوكال انتي بايوتيك فور سكند بكتيريال انفكشن. العلاج الرئيسي هو توبيكال انتي فايرال ايجنت زي الاسايكلوفير او البين سايكلوفير. والتوبيكال ايجنت يا جماعه مش مفيده قوي في العلاج، السيستميك ايجنت مهمه بالذات في الفيرست اتاك او السيفير ريكارنت اتاك. وسيستميك المقصود بيها اورال اسايكلوفير، او الافضل من الاسايكلوفير هو الفام سايكلوفير. ليه؟ لان الاسايكلوفير محتاج انك تاخده 5 مرات في اليوم، والجرعه مهمه، 200 مللي جرام في 5 مرات في اليوم، يعني انت محتاج في اليوم تقريبا 1000، محتاج في اليوم 1000 مللي جرام من ايه؟ من الاسايكلوفير، وهيفضل ماشي عليه من 5 ل 10 ايام. الافضل انك تدي له الفام سايكلوفيرد، وده انت مش محتاج منه غير جرعتين بس في اليوم، محتاج منه تقريبا 250 مللي جرام في اليوم، يعني بتدي 125 مرتين في اليوم وخلاص. والمده برضه من 5 لايه؟ ل 10 ايام. ده بالنسبه للهربس سيمبلكس، ما فيهوش حاجه. الهربس سيمبلكس يا جماعه هو جاي يشتكي بفيزيكال بس، فيزيكال بس، يعني ديسفيجرمنت بس. خش لي بقى على مين؟ خش لي على الهيربس زوستر. هيربس زوستر عندك لما بيصيب الانسان بيعمل له مرض من مرضين. الهيربس زوستر، هيربس زوستر لما بيصيب الانسان بيعمل له مرض من مرضين. المرض الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو التشيكن بوكس. المرض الاولاني اللي هو التشيكن بوكس، ده اللي هو البرايمري انفكشن بتاعت الهيربس سيمبلكس، بتاعت الهربس زوستر، اسمه تشيكن بوكس. السكندري انفكشن اسمها ايه؟ السكند انفكشن اسمها شينجلز. يبقى البرايمري انفكشن اسمها ايه؟ اسمها تشيكن بوكس.
secondary infection اسمها شنجل. secondary infection اسمها شنجل. مهم الكلام ده؟ طبعا مهم طبعا انك تعرف. طب احنا دلوقتي هنبدأ بمين؟ هنبدأ بالسكندري، لان البرايمري مش هتشوفه غير في الاطفال. فاحنا هنبدأ بمين؟ هنبدأ بالشنجل. ايه الشنجل ده؟ شنجل هو الحزام الناري يا جماعة، اكتب عليها الحزام الناري. ايه اللي بيحصل؟ نفس الكلام، عائلة الهربس فيروسز كلها بتصيب الجلد في البرايمري اتاك، تبتدي انها تعمل فيزيكال، بعدين تهرب لحد النيرف، تقعد في الجانجليون بتاعت النيرف، وتنزل لما يكون في ايه؟ لما يكون في مشكله. هنا المشكله اللي عندك مش عباره عن درجات الحراره العاليه او الواطيه او الاسترس، لا، المشكله هنا يا جماعه حاجه تانية. ايه المشكله هنا؟ الاميونو كومبروميشن، لما الشخص مناعته تضعف، تبتدي الهربس زوستر فيروس ينزل. ينزل منين؟ ينزل من الجانجليون بتاعته في الديبليتيتنج ديسيز والاميونو سبريشن. ينزل من الجانجليون بتاعته، يفضل ماشي الونج النيرف لحد لما يوصل السكن اللي بتتغذى بالنيرف ده، ويبتدي ان هو يعمل ايه؟ يعمل بالونينج ديجنريشن. يعني ايه؟ يعني يكسر في الديزموزوم اللي حوالين الخلايا، يكسر في الديزموزوم اللي حوالين الخلايا ويعمل اكانسولايسس. خد بالك الاكانسولايسس هنا فين يا جماعه؟ في البيزل سيل لاير، في البيزل سيل لاير، ويعمل لك فيزيكال. ودي المميزه، الفيزيكال ممكن تكون فيزيكال واحده او ممكن يكون اكتر من واحده مفتحين على بعض، وفي مالتي نيوكليتد سيلز، ها مش جاينت سيلز، لا مالتي نيوكليتد سيلز بس. دي مميزه وكاركترستيك للهيربس زوستر في دور الشنجل. تمام. طيب خد بالك بقى، خد بالك من ايه؟ دايما يا جماعه الدرمس هتلاقي فيه تغير، في بليسترز موجوده او في فيزيكلز موجوده. الفيزيكلز دي بتحتوي على كلير فلويد، بس ده لا يعني ان الفلويد ده ممكن ان هو يجي له نقط دم فيتحول للون احمر، هيموراجيك فلويد ممكن ان يحصل فيه عادي. السيمبتومز المره دي هنا مش مجرد ديسفيجرمنت، هنا انت along the course of the nerve في فيزيكلز، والفيزيكلز دي عامله سيفير بين. فهنا المشكله هي البين يا جماعه، الشنجل بنقول عليه حزام ناري، حزام لان هو بيمشي along the course of the nerve، ناري من كتر الالم، بيكون ايه؟ بيكون بيرنينج بين، بيكون بيرنينج بين along the site of the eruption. اللوكاليزيشن ممكن يكون في اي مكان، بس اكتر مكان موجود فيه هو البيكتورال ريجون، اكتر مكان موجود فيه الكومنست سايت هو البيكتورال ريجون، وده سؤال امتحان جه قبل كده، بس ممكن يكون موجود في اي مكان، لان زي ما قلنا هو بيمشي الونج ذا نيرف، فممكن يكون الونج الفيشيال نيرف، الونج الترايجيمينال نيرف، الونج الانتركوستال نيرف في البيكتورال ريجون، الونج اللامبر نيرفس في الابدومينال ريجون، او الونج اللور ليمب، او حتى الونج الجينيتال. الشكل نفس الشكل بتاع كل الهيربس كلها، بتعمل جروب ديفيزيكال اون ارسيمتاس بيز، جواها كلير فلويد، الفلويد ده ممكن يكون بيريولنت لو سكندري انفكتد ببكتيريا نفس الكلام، ومع الوقت الفيزيكال بتنفجر والسكريشن اللي فيها بيبتدي ان هو يطلع. طيب اكوردنج للسايت بنقسمه عندنا لهيربس زوستر بيكتوراليس، ده هنا بيضرب انتركوستال نيرف وده الموست كومن سايت. البين خد بالك بما ان هو في التشست فتشست بين، فاي واحد يجي لك بتشست بين لازم انك تقلع تقلعه الفلينه اللي هو لابسها وتبص على صدره، لان ممكن يكون حزام ناري وما يكونش باين. الحاجه اللي بعد كده الهيربس زوستر سيرفيكاليس، ده لونج السيرفايكال نيرف، يكون موجود في منطقه الرقبه او العنق. الهيربس زوستر ابدومينالس بيكون الونج الكورس بتاع الانتركوستال نيرف والابدومينال نيرف. وخد بالك ده ممكن يجي لك الم وانت تلخبط بينه وبين الالم بتاع مثلا الابدومينال كوادرنت زي الابندسايتس او الجول بلادر ديزيز وهكذا. حاجه اللي بعد كده اللامبوساكرال، ده موجود في الجروان والجينيتاليا والساكرال ليجن. في حاجه اسمها هيربس، دي خدها ان بي كده، في حاجه اسمها هيربس ساين هيرباتيكا. ايه هيربس ساين هيرباتيكا ديت؟ ده يا جماعه عباره عن يورينري مانيفستيشن وزاوت سكن ديزيز. هنا المشكله ضربت الاعصاب الباراسمباثيك اللي بتغذي اليورينري بلادر، فانت على الجلد مفيش حاجه، على الجلد مفيش حاجه، يا ترى ايه اللي حاصل؟ تلاقي في سيستايتس، التهاب لليورينري بلادر. تمام. الكرانياليس عندك الموجود في الراس، في عندك along البرانشات بتاعت الفيشيال نيرف او along البرانشات بتاعت الترايجيمينال نيرف. طبعا عندك في فرونتاليس اللي هو عن طريق السوبرا اوربيتال برانش بتاع الترايجيمينال نيرف، عندك في اوبسالميكاس along الاوبسالميك ديفيجن بتاع الترايجيمينال نيرف، وده هيجي بكونجكتيفايتس وكيراتايتس.
خد بالك ان احنا عندنا الاوبسالميك نيرف بيدي برانش اسمه نيزو سيلياري برانش، وهنا هيضرب النوز، هيضرب النوز التيب اوف ذا نوز، تيب اوف النوز، وكمان هيضرب السيلياري برانش اللي هو بيغذي الكونجكتيفا. الماكسيلاري برانش ممكن هو يكون موجود، والفيزيكال المره دي بتكون على اليوفيولا وعلى التونسيلر اريا اللي هي البلاتاين تونسل، مانديبلر برانش والفيزيكال المره دي بتكون في البوستيرير تانج والبقال ميكوز. مش مهم كل ده يعني، انت التقسيمه بتاعت الاماكن مش مهمه، ولا المهم انك تعرف عنها اي حاجه، بس اعرفهم كده كاسامي وخلاص. الفيشيال بقى وكلمه رامزي هانت سيندروم دي تحطها ايه علامه في ودنك. ايه رامزي هانت سيندروم؟ رامزي هانت سيندروم هنا اولا اول سؤال ممكن يجي لك عليه، المكان او اللي بتقعد فيه الهربس زوستر اسمه ايه الجانجليون؟ اسمها جينيكيوليت جانجليون، جينيكيوليت جانجليون. ايه الاعراض بتاعت رامزي هانت سيندروم؟ فيشيال بالسي ولوسوفير وإير بين، ثلاث حاجات. رامزي هانت سيندروم ثلاث حاجات، في إير بين، في ألم في الأذن بسبب إيه؟ بسبب الفيزيكلز الموجودة ألونج الديستريبيوشن بتاعت الفيشيال نيرف والفيستيبيولو كوكليار نيرف. الفيشيال نيرف مضروب فيعمل لك فيشيال بالسي، والفيستيبيولو كوكليار نيرف مضروب فيعمل لك هيرنج لوس، فيعمل لك سنسوري نيورال هيرنج لوس. تمام كده الثلاث حاجات دولت بيميزوا ايه؟ بيميزوا رامزي هانت سيندروم. في الغالب الهيربس زوستر بيكون يونيلاترال، لو لقيته بايلاترال ممكن بس ده رير، وفي الغالب ده بيكون في شخص اميونو كومبرومايز. يعني انت لو لقيت ان هو بايلاترال لا ده حاجه اي تيبيكال، ده مش الكلاسيك ابييرنس. اكوردنج للمورفولوجي عندنا في الكلاسيكال اللي هو الجروب دي فيزيكال اون ريسبتيف بيز، وفي عندك الابورتيف، وفي عندك الجروب دي بابيولر وذ هيلينج، في الهيموراجيك اللي هي الفيزيكلز فيلد وذ بلاد، ودي بتكون موجوده في الاميونو كومبرومايز، في جانجرينس، وطبعا برضو الحاجات دي طالما انا بعيدها بسرعه كده يبقى هي مش مهمه. جانجرينس يعني في جانجرين بسبب الثرومبوزز بتاعت الاوعيه الدمويه. الكومبليكيشن دي مهمه، يعني هتلاقي الكومبليكيشن بنعيد نفس الكلام بتاع الكومبليكيشن اللي احنا اتكلمنا عنها هناك في البكتيريال skin diseases. كان في برضو عندك في secondary infection، في eczematization، في جنجرين، لا جنجرين هنا اول مره تطلع. وما ننساش يا جماعه ان احنا عندنا حاجه مميزه قوي للشنجل، وهي البوست هيرباتيك نيورالجيا. البوست هيرباتيك نيورالجيا ده الموست كومن كومبليكيشن، الموست كومن، وده سؤال مهم، الموست كومن كومبليكيشن اللي بتحصل بعد الاصابه بالزوستر. الموست كومن كومبليكيشن اللي بتحصل بعد الاصابه بالهيربس زوستر هو ده. ايه ديت؟ عباره عن ايه البوست هيربتيك نيورالجيا؟ النيرف لا يتعافى، يعني النيرف ما بيتعافاش وبيفضل متقطع، فده يعمل بين، لان النيرف ده بيعمل ديسشارج بكميه مهوله جدا من بسنسوري، هو سنسوري فايبر زي ما قلنا، فبيعمل ديسشارجنج اكزايتيشن بتوصل للبرين ويتم استقبالها ان هي بين. تمام، بس هو مفيش حاجه تستدعي البين اللي حصل ده. فدي الكومبليكيشن اللي هي الموست ايه موست كومن كومبليكيشن. اكتر من 50% من الحالات اللي عندها زوستر او شنجل بيجي لها ايه؟ بيجي لها بوست هيرباتيك نيورالجيا. طبعا بما ان الفيروس ده مش بس بيضرب البريفرال نيرفس اللي هي البريفرال سباينال نيرف، ده كمان بيضرب الكرينيال نيرفس، فهيكون في اوكيولار مانيفستيشنز زي الكيراتايتس، في فيشيال بالسي ممكن يحصل، في مننجايتس، في مايلايتس، في يورينري بلادر سيستايتس. تمام، العلاج بما ان حاجه زي كده وفي سيفير بين ككلينيكال بيكتشر، هل هتدي له حاجه توبيكال وتقول له خد ده؟ لا طبعا. انت هتدي له حاجه اورال او حاجه سيستميك. هتدي له مين؟ ركز معايا، هتدي له اسايكلوفير. وركز بقى في الكلمه اللي جايه، لازم يا جماعه تدي له الاسايكلوفير في بدايه الاتاك، لازم تدي له الاسايكلوفير في بدايه الاتاك، في اول 3 ايام من الاتاك. ليه؟ اصل بعد اول 3 ايام حضرتك بتدي له حاجه ما بتشتغلش. ليه يا سيدي؟ اصل بعد اول 3 ايام الفيروس بيرجع دورمنت في الجانجليون تاني، يعني بيهرب تاني. طب انت دلوقتي هتدي له دواء المفروض ان هو يشتغل عندك على ايه؟ على السكن، بلس من كتر البين اللي عنده هدي له انالجيزيك. طبعا العلاج اسايكلوفير جرعه عاليه 800، هناك يا جماعه كنا بندي كام؟ كنا بندي 200 في 5، هنا لا 800 في 5، انت متخيل فرق الجرعه؟ وهناك كنا بندي 5 ايام، هنا لا 7 ل 10 ايام. الفام سايكلوفير 500 مش زي هناك، وبندي لمده 5 ايام برضه. طيب الحاجه اللي بعد كده نفس الكلام اللي هناك يتعاد، انتي بايوتيك،
analgesic cream, anesthetic cream, antibiotic secondary infection, drying agent وهكذا. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للشنجل. امال المرض الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو البرايمري انفكشن بتاعه الفاريسولا زوستر فيروس اسمها تشيكن بوكس، ودي بتيجي في الاطفال الصغيرين، انكيوبيشن بيريود برضو اسبوعين زي الهربس سيمبلكس العادي، بتيجي في الاطفال زي ما قلنا كبرايمري انفكشن، بتيجي في الاطفال اول مره يتعرض للفيروس، والاعراض هي فيزيكال، بس المرض الفيزيكال اون ذا ترانك، الفيزيكال موجوده في الترانك، مش زي الهربس سيمبلكس بيري اوريفيشال او حوالين الفيس والفتحات بتاعته، ده يا جماعه في الترانك بصوره اساسيه هنا، بس ممكن تيجي في الفيس، ممكن تيجي في الفيس. الطفل طبعا جسمه كله بيكون مليان فيزيكال، والفيزيكال دي للاسف بتكون ايه؟ بيكون في احساس بهرشه كبير جدا، فالطفل بيحاول ان هو يهرش، وده هيعمل سكندري بكتيريال انفكشن. بس مش هي دي اللي بتقلقني، اللي بيقلقني اكتر ان الانفصال هنا فين؟ الانفصال هنا عند البيزل لير. لما الطفل يهرش، لما الطفل يهرش والانفصال عند البيزل كيراتينوسايت، هو هيعمل تروما اكتر للجلد بتاعه، وده هيخلي الهيلينج اللي يحصل بعد الهرش ايه؟ الهيلينج اللي هيحصل بعد الهرش يا دكتور هيحصل بسكار، فممنوع. اتسمى جديري مائي مش من فراغ، يعني الجدير المائي والتشيكن بوكس اتسمى جديري مائي ليه؟ لان الطفل المفروض ان هو يبعد عن الميه والام ما تحمهوش، ولا ان هي تليفه، يعني ما تكحتش الجلد بتاعه خالص. ليه؟ لان الكحت ده هيبتدي ان هو يشيل البيزل كيراتينوسايت ويمنع التجدد بتاع الجلد طبيعيا، فالهيلينج هيكون بسكار. فالكومبليكيشن من اكتر الكومبليكيشن اهي هي ايه؟ هي السكندري انفكشن، الايه؟ الهيلينج باي سكار، اهي هيلينج باي سكار. نيفر ايفر انك تحاول تفتح الفيزيكال. طبعا الفيزيكال بتمر بمراحل لحد لما تنشف، فانت ده الجلد كله بتاعه مش كله في مراحل واحده، فانت هتلاقي فيه صوره بليومورفيزم، يعني حته جلد فيها كراست، حته جلد تانية لسه في الفيزيكال ستيج، حته ثالثه في المكيول ستيج لسه محمره. لو انت سبت المريض بتاعك بدون علاج ممكن ان هو يديفلوب نمونيا، لان الهربس دوستر فيروس لو انتشر هيعمل نمونيا. العلاج بيد ريست اواي فروم ووتر، اواي فروم ووتر مهمه، سايكلوفير في الايرل ستيج، او ممكن ان احنا نستخدم باسيف اميونيتي بالجاما جلوبيولين، ممكن ان احنا نستخدم لوكال دراج وسيستميك انتيبيوتيك عادي جدا عشان امنع سكندري بكتيريال انفكشن. ولازم انك تعالج بدري يا جماعه، عشان ايه؟ عشان لو ما عالجتوش بدري للاسف المريض بتاعك هيخش منك في نمونيا، والنمونيا في الاطفال الصغيرين ما بتهزرش. الحاجه اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها هي الورت، والورت ده عباره عن انفكشن في الجلد بفيروس اسمه هيومن بابيلوما فيروس. الفيروس ده مش غريب علينا، ده احنا اخدناه في النساء، كنا اخدنا منه انواع زي الهيومن بابيلوما فيروس 16 و18، دول كانوا بيعملوا سيرفايكال كانسر. ها دي المشكله مع الهيومن بابيلوما فيروس، ان الفيروس ده للاسف قادر في بعض الانواع منه او بعض الاسترينز منه انها تعمل كانسر في اماكن مختلفه. طيب الورت بيضرب ايه؟ الورت يا جماعه بيضرب الجلد اللي هو ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم بس، يعني مش هتلاقيه في الكولامنر ولا الحاجات دي، لا هو جاست بيضرب ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم، سواء بقى كيراتينايزد او نون كيراتينايزد. ده من الدي ان اي فيروس، زي ما قلنا كل اللي بنتكلم عنهم عباره عن دي ان اي فيروس، في منه تقريبا 130 سيروتايب مختلفين، مش هتفرق معايا السيروتايب، احنا في النهايه بنقسمهم على حسب يقدروا يديفلوب كانسر او لا، للو جريد وهاي جريد، او لو ريسك فور كانسر وهاي ريسك فور الكانسر. تمام كده، بيضربوا الاستراتيفايد ايبيثيليوم بتاع اي منطقه بقى، السكن، الاورال كافيتي، الانوجينيتال ريجن، بيتنقل ازاي؟ زي كل السكن انفكشن، دايركت او اندايركت، دايركت عن طريق الكونتاكت على طول، اندايركت عن طريق ان انت تشترك مع واحد مصاب، الملابس بتاعته او المنشفه بتاعته اللي هي الفومايت. ممكن ان هو يتنقل سيكشوالي ترانزميتد، انهي نوع بالذات؟ اللي بيجي في منطقه الانوجينيتال ريجن هنتكلم عنه. يبقى احنا دلوقتي نكون فاهمين بس او حاطين في دماغنا ان الهيومن بابيلوما فيروس في الجلد هتلاقينا بنتكلم على الكيوتينيوس والجينيتال، تمام؟ الكيوتينيوس والجينيتال. في بقى انفكشن غريبه بتحصل منه او مود اوف ترانزميشن غريب كده، وهو بيتم
من خلال ولادة الطفل لأم مصابة، وتكون الإصابة أو الورت أو عين السمكة الموجودة تكون موجودة جوه في الفاجينا أو في البيرس كانال. الطفل يعدي ياخد الإصابة، يبلع سكريشن من الفاجينال سكريشن، يبتدي إن هو يصيب اللارينكس والفارنكس بتاعه، فيعمل حاجة اسمها لارينجيال بابيل ليماتوزس، لارينجيال إيه بابيل ليماتوزس، وديت الحاجة اللي دوكيومنتد في الأطفال الصغيرين في النيو بورن مولود لإيه؟ لأم مصابة. الإنكوبيشن بيريود بتقعد أسابيع أو شهور، مش هتفرق معاك قوي. الباثوفيسيولوجي، الفيروس بيخش بيقعد فين؟ بيقعد في الإبيثيليال سيلز بس. هنا يا جماعة ده ما بيهربش للنيرف، لا هو بيفضل قاعد في الإبيثيليال سيلز. حلو كده؟ طيب بيعمل ايه بقى في الابيثيليال سيلز؟ يا ترى بيعمل فيزيكلز وبيكسر الديزموزوم الموجود بين الكيراتينوسايت؟ لا يا سيدي. امال بيعمل ايه يا ترى؟ ده بيبتدي ان هو يكبر حجم الخليه، يعمل سيلولار سويلنج، يكبر حجم الخليه، يعمل ايه؟ يعمل سيلولار سويلنج، ويبتدي ان هو يملى الخليه بجرانيولز. جبنا الخليه بجرانيولز، يملى الخليه بايه؟ بجرانيولز بالمنظر ده. فبيبتدي ان هو يعمل ريبليكيشن للدي ان ايه بتاعه. خد بالك الدي ان ايه بتاع الفيروس بيريبليكيت لوحده بدون ما الخليه كلها تنقسم، وديت حاجه مهمه. بس وجدوا ان الهاي ريسك فيروسز اللي هي الفيروسات اللي بتقدر ان هي تتحول او تحول الخلايا اللي فيها لمالجنان سيلز، هي بتقدر ان هي تنقسم لوحدها، او بتسوري بتعمل انكلوجن للدي ان ايه بتاعها جوه الدي ان ايه بتاع الخليه او جوه النيوكليوس بتاع الخليه. فكل ما الخلايا تنقسم، كل لما ايه؟ كل لما يتكون فيروس بارتكل جديده في الخليه الناتجه. 80% من الحالات يا جماعه بتكون ايه؟ بتكون سب كلينيكال. 80% من الحالات بتكون سب كلينيكال، يعني بيصاب بالفيروس ما بيجيلوش اي حاجه. 80% الباقيين الفيروس بيكون موجود في جسمهم، او سوري ال 20% الباقيين 80% منهم الفيروس بيفضل موجود في جسمهم ويختفي بعد 12 شهر، يختفي لوحده كده بعد 12 شهر، ودي حاجه حلوه يعني سيلف ليميتد، بس الفكره 12 شهر دي مده طويله، سنه كامله. طيب الكلينيكال تايبس عندنا زي ما قلنا، في عندنا اللي بيجي على الجسم وفي اللي بيجي في الجينيتال اريا. اللي بيجي على الجسم ده في منه انواع على حسب المكان. الموست كومن تايب اسمه فيروكا فالجاريس، كلمه فالجاريس قلت لك قبل كده معناها كومن، فالفيروكا فالجاريس ديت الموست كومن تايب. مش مهم انك تعرف هي بتحصل بانهي انواع من الهيومن بابيلوما فيروس، بس اعرف ان كل الانواع اللي بتعملها هي لو ريسك. يعني ايه لو ريسك؟ يعني ما تقدرش ان هي تديفلوب لكانسر. بتيجي فين؟ بتيجي مينلي على الاكستنسور سيرفيس بتاعت الجسم، هتلاقيها مينلي على الايدين، على الدورسم اوف ذا هاند والبالم وايه والبلانتر سيرفيس. تمام، في الغالب بتكون سيمتومليس، هي مجرد زائده جلديه موجوده، زائده جلديه، حتى بتخش في الديفرنشال دايجنوزس بتاع الزائده الجلديه، هي مجرد عن بابيول، عباره عن بابيول. عباره عن ايه؟ عباره عن بابيول. البابيول ديت، البابيول ديت اللون بتاعها غامق شويه، جراي او براون بابيول، والسيرفس بتاعها بيكون ايه؟ بيكون فيروكس. خدنا كلمه فيروكس قبل كده واحنا بنتكلم على المحاضره الاولى، كنا قلنا ان كلمه فيروكس معناها ايه، او مملتد الكلمه دي معناها ايه؟ معناها ان هي فيها خطوط، فيها خطوط، فيها خطوط بالمنظر ده. ده معنى كلمه ايه؟ فيروكس سيرفس او مملتد سيرفس. زي ما انت شايف الشكل بتاعي، دي فيروكا مثلا في الصباع الكبيره اهي عند الدورسم، ناحيه الدورسم. بتلاحظ ان الاوتر سيرفيس بتاعه البابيول ديت ليها فيروكس ايه؟ ليها فيروكس سيرفيس او فيروكس توب. النوع الثاني عندنا هو البلين وورت، او بنقول عليها الفليت وورت والفلات وورت. وافتكر بلين او فلات جايه من الفيس، فلات في الفيس، فلات فين؟ في الفيس، ده الديستريبيوشن بتاع الفيس. يبقى لو جت في الدورسم دي فيروكا فالجاريس، لو جت في الفيس اسمها بلين وورت او فلات وورت. مشكلة الفلات وورت غير موضوع الديسفيجرمنت حاجة تانية مهمة، وديت أول حاجة تتكرر معانا بتعمل الحاجة دي، وهي إيه؟ وهي إن ليها كوبنرايزيشن فينومين. كوبنرايزيشن ديت أخدناها وإحنا بنتكلم في البداية، قلت لك إن معناها فورميشن أوف أيزومورفيك ليجن ألونج السايت أوف البلانت تروما، فورميشن أوف أيزومورفيك ليجن ألونج السايت أوف بلانت تروما، أيزومورفيك ليجن along the site وفي البلانت تروما.
formation of isomorphic lesion along the site of the blunt trunk. كنا جبنا سيرتها واحنا بنتكلم في الاول صح؟ ادي اول نوع الكومنرايزيشن فينومينا اهو اللي هو البلين وورد او الفلات فيشال وورد. زي ما انت شايف الشخص لما بيهرش فيها بتلاحظ ان هي بتمتد ليجنز مشابهه للليجن الاولاني along the line بتاع التروم. الحاجه اللي بعد كده اللي هي الفيلي فورم وورد ودي بتكون موجوده قريب من العين. كلمه فيلي فورم فيها فينجر لايك ده معنى كلمه فيلي فورم. ديجيتي فورم يعني فينجر لايت برضو بس المكان هنا كانت اراوند العين من اللي بتكون موجوده عند الميديال او اللاترال كانسس اوف ذا اي. والديجيتي فورم بتكون موجوده عند الليب بتكون موجوده اراوند الليب. فده الفرق بين الفيلي فورم والديجيتي فورم. الحاجه اللي بعد كده بقى البلانتر وورد. وليه احنا يا دكتور قسمنا بلانتر ومفيش فالمر؟ ببساطه يا جماعه البلانتر وورد انت بيجي في البلانتر سيرفيس بتاعه الرجل وانت بتقف عليها فبتخليها بدل ما ان هي بارزه بدل ما ان هي بابيول بالمنظر المعروف لا ده بتكون بابيول ونازله لتحت او مضغوط عليها باسنج في التيشو بتاع البلانتر سيرفيس تمام كده. فبنقول عليها سيتد او ديب سيتد بابيول ديب سيتد بابيول بيبان لونها فاتح مقارنه ببقيه الرجل دي ديب سيتد والسيرفيس بتاعها بيبان ان هو كيراتوتيك. يعني ايه كيراتوتيك؟ يعني عليه قشور كتيره زي ما انت شايف كل دولت كده مجموعات وطبعا بينتشروا يا جماعه ما بتبقاش واحده بس لان عندنا الفيروس بيتنقل عن طريق الاوتو انيكيوليشن. يعني ايه؟ يعني عن طريق اللمس. فعشان كده برضه دي من الحاجات اللي بتتنقل فما ينفعش انك المريض بتاعك تلمس البليك بتاعته او البابيول بتاعه. البابيول ديب سيتد ممكن انها تتجمع اكتر من واحده مع بعض وتعمل لك لارج بليك وزي ما قلنا ان هي سموز طريه او ناعمه مقارنه يعني ما فيهاش الفيروكا سيرفيس اللي كان موجود في الفيروكا فالجاريس مثلا. والديفرنشال دايجنوزس بتاعك بينه وبين الحاجات اللي شبهه اللي بتيجي في الصابع او في الرجلين عامه الكالو اللي هو الكالوزيتيز والكورن اللي هو ايه اللي هو الابس. طيب ده كده الكيوتينيوس وورد. خش لي بقى على الجينيتال وورد. الجينيتال وورد في منه نوعين. الجينيتال وورد في منه نوعين. النوع الاولاني اللي هو الفلات جينيتال وورد وده شبه الفلات فيشيال كده او الفيروكا بلانا اللي احنا قلنا عليها. ده عباره عن ايه؟ في الغالب بيكون مالتيبل وده اول فرق. الثاني كان يا جماعه بيكون سنجل في الفيس هنا لا بيكون مالتيبل. بيكون لونه غامق وده الفرق الثاني. الاولاني اللي هو اللي بيجي الفيروكا بلانا اللون بتاعه بيكون فاتح لونه ابيض انما ده لونه فليش كالرد يعني لونه تقريبا بني غامق او احمر. احيانا بيكون وايت. في الغالب بيكون في شكوك او ماسيريت يعني ما فيهوش كيراتينايز سيرفيس يا دكتور. اه يا حبيبي ما فيهوش كيراتينايز سيرفيس. يعني ايه كيراتينايز سيرفيس يا دكتور؟ يعني في سكيلز في قشور. هنا ما فيش قشور ليه يا جميل؟ عشان المنطقه ديت فيها عرق صح؟ فبيدوب القشور ديت. وللاسف الفلات جينيتال وورد بيتم تكوينه عن طريق الكارسينوجينيك تايبز وهنا هنضطر ان احنا نحفظ رقم 16 و18 اوريدي احنا حافظينهم من نسا فمش حاجه جديده علينا يعني. النوع الثاني عندنا من الجينيتال وورد حاجه اسمها الكوندايلوما اكيومينات. كوندايلوما اكيومينات على الرغم من ان الكوندايلوما اكيومينات اسمها يخض كده وحتى حجمها كبير وشكلها غريب الا ان هي كوزد باي النون كارسينوجينيك سيروتايب اللي هم 6 و11 دولت ما بيعملوش كانسر. اللي بيعملوا كانسر يا جماعه فيجي يقول لك مين الريسك اوف السكويمس سيل كارسينوما معاها اعلى الفلات جينيتال وورت ولا الكوندايلوما اكيوميناتا؟ طبعا الفلات جينيتال وورت عشان هي السبب بتاعها هاي ريسك هيومن بابيلوما فيروس. الكوندايلوما اكيوميناتا حجمها كبير الشكل بتاعها كولي فلاور وارجلر وتلاقي ليها ماملتد سيرفيس والسيرفيس بتاعها في تقرحات بتكون موجوده. التقرحات ديت ممكن يكون فيها بكتيريا والعرق بيكون ريحته وحشه في المنطقه دي فيكون ليها فول سميلينج تمام بسبب التقرحات الموجوده او الالسرز او الكريبت الموجوده ان بتوين ايه ان بتوين الريجولار سيرفيس بتاعها. الكومبليكيشن بتاعه الورت هي ايه؟ اول حاجه بيتنقل عن طريق الانيكيوليشن. حط ايدك على المكان المصاب مبروك اصبت من جديد.
الحاجة اللي بعد كده بعد ما بنشيله بيرجع، ودي أوحش حاجة في الوورد، إنك تعمل استئصال يجي لك المريض بعد أسبوعين بوحدة جديدة. جت منين دي؟ جت من الأوتو انكيوليشن أو الريسك أوف ريكارنس بتاعه. ده فيروس يا جماعة، أنت السيرجيكال انترفينشن اللي هتعمله، أنت بتشيل حتة صغيرة، بتشيل حتة صغيرة بس مش عارف إذا كان الحتة اللي جنبها دي فيها الفيرال سكريشن ولا لأ، مش عارف. البكتيريال انفكشن بتاعت الكوندايلوما اكيوميناتا اللي بتخلي ريحتها وحشه، المالجننت ترانسفورميشن بالذات في الفلات جينيتال وورد. تمام كده؟ طيب الحاجه اللي بعد كده عندنا ريسك فاكتور فور مالجننت ترانسفورميشن. ريسك فاكتور فور مالجننت ترانسفورميشن هي ايه؟ البريجنانسي، الفوليت ديفيشنسي، الايمينو سبريشن. بريجنانسي، الحالات المناعه بتقل فيها عامه يعني. بريجنانسي، الفوليت ديفيشنسي، انت عارف ان الفوليك اسيد بيخش في تصنيع الدي ان ايه، والاميون سبريشن. الاميون سبريشن حاجه اللي بعد كده، في فاكسينات موجوده ضد الهيومن بابيلوما فيروس، بما ان هو فيروس وبيعمل كانسر ففي عندك فاكسينز ابتدى يتصنع. المهم انك تعرفه الفاكسين ده ثنائي ولا رباعي. السيرفاريكس ثنائي باي فيلنت، السيرفاريكس ثنائي ضد 16 و18 بس، انما الجارداسيل لا ده رباعي، الجارداسيل ده رباعي ضد 6 و11 و16 و18، وبالتالي الجارداسيل حلو ضد الجينيتال هيومن بابيلوما فيروس لان هو شامل كله، كل الانواع اللي بتعمل جينيتال وور. انما السيرفاريكس لا، ده بتاع الايه، ده بتاع السيرفايكال كانسر بس، عشان كده اتسمى باسم السيرفكس، سيرفاريكس، سيرفاريكس. تمام؟ طيب ازاي بيتعطى الفاكسين؟ بيتعطى 3 جرعات من الفاكسين، جرعه عند 0 وجرعه بعد شهرين وجرعه بعد 6 شهور، وبيتعطى اي ام يعني بيتعطى حقن انترامس. التشخيص بتاع اي نوع من الورت هو في الغالب كلينيكال. لو انت متلخبط ممكن انك ايه، ممكن انك تعمل اكسجن بايوبسي يعني تشيل بتاع كلها وتبص عليها تحت الميكروسكوب، ده كده يعتبر واخد سكين بايوبسي. تحت الميكروسكوب هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان عدد الطبقات بتاعه الابيديرمال سيلز كتير، كانسوزس، وهتلاقي كمان ان الشكل بتاع الابيديرمال سيلز الموجوده في السوبرفيشال لاير شكلها غريب، بابيليوماتوزس، وعامله شكل بابيلي، عامله الخلايا عامله شكل بابيلي الابيثيليال سيلز. وكمان في هايبر كيراتوزس، الكيراتين الموجوده عندك كتير. كلمه بابيليوماتوزس ديت ليها الديفينيشن بتاعها ان الريتيريجز. ايه الريتيريجز دي يا جماعه؟ مش احنا قلنا ان الجلد عباره عن طبقتين، الابيديرم والديرم. ادي الابيديرم اهو اللي هو الحته دي، الحته ديت من الابيديرم، الحته ديت كده دي اسمها ريتيريجز. الحته دي الريتيريجز دي هتلاقيها طويله وبارزه عن بقيه الجلد اللي حواليها، يعني المنظر ده كده. تمام؟ فدي اللي هي الريتيريجز، هتلاقي ان هي ايه طويله بالمنظر ده كده. خلاص. طيب في الطبقه اللي فوق بتاعه الريتي ريجز هتلاقي في خلايا غريبه كده اسمها مالبيجي سيلز وجرانيولار لي، مش مهم. وفي طبعا في الديرمس ايه، خلايا المناعه بتحاول ان هي تهاجم الفايرال انفكتد سيلز. الديفرنشال دايجنوزس مش مهم، الجينيتال وورت الديفرنشال دايجنوز بتاعه مهم، اللي هو بيقارن لك بينه وبين الكوندايلوما لاتا اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في السيفلس مثلا، والمولاسكان كونتاجيوزم هنتكلم عنه دلوقتي كمان شويه. العلاج، العلاج يا ترى عامل ازاي؟ الفكره اللي انا عايز استأصلها، طب هتستأصلها ازاي؟ عندنا طرق كتير للاستئصال، سواء الاستئصال الكهربي اللي هو الالكترو ديسوسيشن، وده بصراحه تريتمنت اوف تشويس لان ده بيقلل الريسك بتاع ريكارنس. ده افضل حاجه يعني، حطه في كل العلاجات. جات لك اي صوره وورت في امتحان الاوسكي على الرجلين على في الوش في الدراع، اكتب الكترو ديسوسيشن. ليه؟ ده التريتمنت اوف تشويس لاي نوع وبيقلل الريسك اوف ريكارنس. ممكن احنا نستخدم الكرايو، والكرايو اللي هو التجميد الموضعي بتجمد الجزء المصاب وهو بيقع لوحده. ده حلو لمين؟ ده حلو للبلانتر وورت، تجميد حلو للبلانتر بس. ما ينفعش انك تجمد الفيس لان الفيس فيه ستراكشر ثانيه غير المكان المصاب. ما ينفعش برضه انك تجمد في الايد لان الموضوع بيكون بينفول وحركه الايد مستمره. الليزر تريتمنت حلو في الفيس بس مشكله الليزر ايه؟
الليزر مش حاجه فعاله، فالريسك بتاع ريكارنس عندك عالي. ويا ريت تكتبوا الحاجات اللي انا بقولها ديت ورايا، لان هي دي اللي انت بتسال فيها في الامتحان. يجيب لك مثلا اكيس اوف فيشيال وورت، مثلا فيشيال فلات وورت، ويسالك ذا بيست لاين اوف تريتمنت هو ايه؟ اول حاجه الليزر، اول حاجه تفكر فيها الليزر. الحاجه اللي بعد كده السيرجيكال كيورتج، انك تخش بقى استئصال جراحي، وديت ما عادش بتتعمل دلوقتي لان بينتج عنها سكار، يعني انت بتشيل بقى الطبقه بتاعت الابيديرم والديرم، وده هيعمل سكارنج. الحاجه اللي بعد كده الريسك اوف الريكارنس بتاعها عالي، وده هيخلي ان يحصل ريكارنس اون سكار، وده اسوأ والعن واشد سبيلا من ان انت اصلا ما كنتش تعالجها، ما كنت سيبها في حالها احسن من ان هي تطلع في سكار. الحاجه اللي بعد كده الكيميكال كوتري، والكيميكال كوتري بنستخدمه في الرجلين يا جماعه اكتر. ده بيعتمد اللي انت بتستخدم سلسلك اسيد مثلا، او بتستخدم الدراي كلورو اسيتيك اسيد، وبتبتدي انك تحطه او تدهنه دهان على الرجل مرتين او ثلاث مرات في اليوم، وبيتغطى بلزقه. مع الوقت المنطقه اللي فيها الورت بتبتدي ان هي توقع وتسقط، لان انت عارف ان السلسلك اسيد او الدراي كلورو اسيتيك اسيد دي من الحاجات اللي بتموت الجلد اصلا. فدي حاجه حلوه وبتقلل الريسك اوف ريكرنس، يعني دي من افضل الحاجات على فكره عن تجربه شخصيه. الحاجه اللي بعد كده البودوفيلين او البودوفايلوتوكسين، البودوفيلين او البودوفايلوتوكسين، هي الفكره كلها في الورت ايه؟ ايه اللي كان بيخلي الورت بعد 12 شهر يختفي؟ اللي كان بيخليه بعد 12 شهر يختفي هو ان السيل ميديتد اميونيتي بتشتغل عليه. طب ايه رايك انا عايز ازود السيل ميديتد اميونيتي، يعني عايز انشطها بدري، اعمل ايه؟ احقن الورت بحاجه بتنشط جهاز المناعه بسرعه. زي مين؟ زي البودوفيلين مثلا او البودوفيلوتوكسين. ده عباره عن حاجه بتمنع الميتوزس بتاع الخلايا، كون ان انت بتحطها يعني يعتبر انتي كانسرس ايجنت، كون ان انت بتحطها جوه او تحقنها جوه المكان المصاب، فانت بتخلي خلايا المناعه تتعرف عليه اسرع. كذلك برضو التوبيكال 5 فلوري راسيل نفس الحكايه، بس ده بنستخدمه في الفلات وورد. طبعا البودوفيلين بيستخدم للاكسترنال جينيتال وورد. ايه يا دكتور اكسترنال دي؟ واحنا مش قلنا جينيتال بس؟ ما يا جماعه الجينيتال وورت ممكن يكون اكسترنال على الجلد من بره، الجلد بتاع الجينيتال ريجن من الخارج الفولفا ومن بره، او ممكن ان هو يكون داخل الفاجينا من جوه، وداخل الفاجينا من جوه ممنوع اعطاء البروفيلين. حتى يا جماعه البروفيلين عامه او البروفيلوتوكسين ممنوع استخدامه في البريجنانسي والبريست فيدنج. ليه؟ بيتم امتصاصه من الجلد وافرازه في الفاجينال سكريشن او افرازه في الميلك سكريشن. حاجه شبه البودوفيلين الايماكيمويد، وده برضه حلو زيه نفس الحكايه اكسترنال جينيتال وورت، وبرضه ممكن ان احنا نعمل انترا ليجن انجكشن اوف اميون ثيرابيوتيك ايجنت زي البي سي جي او الام ام ار، ممكن ان احنا نحقنه داخل الليجن ذات نفسه. ممكن نستخدم ادويه ثانيه زي الاورال زنك سبلمنتيشن او الاورال سايميتيدين، سايميتيدين ده اتش 2 بلوكر بالمناسبه، او الليفيميزول، اي دواء من دولت نفس الفكره، وده بنستخدمه في الاطفال اكتر بصراحه، وبرده نوت اف دي اي ابروفد. يعني يمكن الدواء الوحيد من الادويه ديت اللي ابروفد اف دي اي هو الايميكومويد. الحاجه اللي بعد كده او المرض اللي بعد كده اللي هنتكلم عنه هو الملاسكان كونتاجيوزم، ده فيروس اسمه ملاسكان كونتاجيوزم فيروس او بوكس ملاسكاي فيروس. الفيروس ده بيعمل ايه؟ او المود اوف ترانزميشن نفس الحكايه، دايركت عن طريق الكونتاكت، واندايركت عن طريق الفوميت او الفوط بتاعه شخص مصاب، او اوتو انيكيوليشن شخص يهرش في الحته المصابه وينقلها لحته ثانيه. لو موجود في الجينيتال ريجن فممكن يتنقل سيكشوال ترانزميتد عادي، ممكن يتنقل سيكشوال ترانزميتد. الحاجه اللي بعد كده بيجي في سن صغير، وده بيجي في سن اقل من 5 سنين، دي الحاجه المميزه فيه، اقل من 5 سنين. بالمناسبه الهيومن بابيلوما فيروس بيجي من سن 15 ل 40 سنه. الملاسكم لا، اقل من 5 سنين. الباثوفيسيولوجي يخش الفيروس جوه السيتوبلازم، وهنا ده مميز برضو بين الملاسكم كونتاجيوزم وبين الهيومن بابيلوما فيروس. الهيومن بابيلوما كان بيخش جوه النيوكليوس، انما ده في السيتوبلازم عادي، تمام؟ بيقعد في البيزل لير، في الخلايا بتاعت البيزل لير اللي هي البيزل كيراتينوسايد، ويفضل موجود فيها. وكل ما تنقسم الخلايا، الخلايا اللي ناتجه جديد يكون فيها ايه؟ يكون فيها الملاسكان فيروس، تمام؟ طيب
في حاجة مميزة، الخلايا الناتجة بتحتوي على الهيالاين بارز اللي هي بتمثل الفيرال بارتيكل اللي هو الجزء من الفيروس الموجود في الخلايا، اللي هي ايه الهيالاين بارز. مع الوقت فدي حاجة مميزة، يعني حتى بنسميها هندرسون باترسون بارز، هنشوفها حتى تحت واحنا بنتكلم على الشكل تحت الميكروسكوب عامل ازاي. الديستريبيوشن يا ترى موجود فين؟ موجود عندنا على الصدر، موجود في الدراعات، موجود في الترنك، موجود في كل حتة يا جماعة، اي حتة ممكن ان هو يجي فيها ما عدا البلم، ودي الحاجة المميزة فيه، نيفر ايفر ان هو يجي في البلم. خد بالك الاشخاص اللي عندهم اتوبيك ديرماتيتس هيكون معاهم الليجن اكثر، احنا عارفين الاشخاص اللي عندهم اتوبيك ديرماتيتس او هنعرف بيكون عندهم الامراض الجلدية منتشرة في الجسم كله مش في حتة واحدة، على الرغم من ان هي ممكن تكون المرض الجلد ده يكون لوكالايز زي الهربس مثلا، الهربس سيمبلكس كان بيكون لوكالايز، فتلاقيه لا في الشخص ده تلاقيه في جلده كله الجنرالايز. لو لقيت اللي هو موجود في كل حته ايفن البلم يا جماعه، لو لقيت ان هو موجود في كل حته ايفن البلم، فده يقول لك ان الشخص اللي قدامك ده شخص مصاب ب اتش اي في، ده شخص مصاب ب اتش اي في او مناعته ضعيفه جدا. الليجن الشكل بتاعه عامل ازاي؟ عباره عن بابيول برضه زيها زي الورت كده، بس البابيول دي بتكون فلات توب دي بابيول، فلات توب دي ايه او فلات توب دي بابيول، تمام. الدايمتر بتاعها من 2 ل 5 مللي، والبابيول ديت فلات توب دي واحيانا بتكون امبلايكيتد. فاكرين الهايلاين بارز اللي احنا قلنا عليها دي بتعكس الضوء الساقط عليها وتخلي لونه ابيض فيدي لك الشكل المميز اللمعه المميزه بتاعه الامبلايكيتد بابيول، يبقى امبلايكيتد بابيول ويز فلات ايه امبلايكيتد بابيول ويز وايت جليستنينج لايت، وايت جليستنينج لايت بسبب الهايلاين بارز اللي احنا قلنا عليه. الكلينيكال بيكتشر ازاي؟ في ديسفيجرمنت بسبب الشكل الموجود، والديسفيجرمنت ده هو بيعمل حكه الريتيشن، الحكه دي هتخلي يجي له سكندري بكتيريال انفكشن ودي تعتبر كومبليكيشن. بيحصل ريزوليوشن يعني الشخص او الطفل المصاب هيخف بس هيخف بعد سنتين او سنه ونص، فليه يا عم انت محتاج علاج صح؟ طيب يا ترى العلاج ازاي؟ محتاج انك تعرف الفيروس على او تعرف جهاز المناعه على الفيروس. طب اعرف جهاز المناعه على الفيروس ازاي؟ انك تخرم او تعمل نيدل ترانسفيكسيشن، تعمل اي تروما للليجن اللي عندك، اي تروما للبابيول اللي عندك، التروما للبابيول لا تعرف جهاز المناعه عليه بس. فدي طرق العلاج اللي هنتكلم عنها، المبدا بتاعها كلها انك تعمل تروما للبابيول. طيب التشخيص بتاعك ازاي؟ طبعا ده كلينيكال دايجنوزس، ما عرفتش انك تجيبها كلينيكال اقطعها وديها لهيستوباثولوجي. الهيستوباثولوجي هيوضح لك ايه اللي موجود فيها، هيوضح لك يا سيدي ان انت عندك في كاب شيبد اندنتيشن اوف ذا ايبيديرم انتو الديرم، يعني تلاقي الابيديرم بالكامل، ماله الابيديرم يا دكتور بالكامل؟ عامل كده اهو، عامل كان هو كوبايه نازله لتحت في الديرم، كوبايه نازله لتحت في الديرم. هتلاقي عندك الريتي ريدجز، مالها الونجيتد ريتي لارج ريتي بيدجز بالمنظر ده، اللي هي البابيلاري او البابيلي اللي هي الابيديرم البابيلي مطوله، ابيديرم البابيلي ليها اسم تاني ريتي ريدجز طويله. هتلاقي عدد الخلايا كبير، هتلاقي عدد الخلايا اللي عندك كبير اللي هي اكانسوزس، هتلاقي الابيزيليال سيلز عددها كتير اكانسوزس، وهتلاقي عندك ايه، وهتلاقي ان داخل الدرمس عندك في خلايا مناعه موجوده، داخل الدرمس في خلايا مناعه موجوده. وما ننساش اللون الابيض اللي انت شايفه اللي لامع ده اللي هو الهايلاين بودز اللي هي كانت بتدي لك اللون الابيض، دي عباره عن جرانيولز انترا سيتوبلازميك زينوفيليك جرانيولر انكلوجن اللي هي بتدي اللون الابيض. التريتمنت زي ما قلنا محتاج ليجنال تروما، تروما باي طريقه بقى، سواء هتعملها كيميكال تروما بالتريتينيون او السلسليك اسيد بوتاسيوم هيدروكسايد، اي حاجه يا عم، سيلفر نيتريت، اي حاجة تحقنها او تدهنها على الليجن، او بالكرايو بالليزر قطع كيورتج، او اكتب نيدل ترانسفيكسيشن، اكتب انت عندك الهوت، لان دي اكتر حاجة هتلاقيها بنستخدمها للعلاج نيدل ترانسفيكسيشن. بتعمل ايه يعني؟ بتجيب سن انسولين وبتيجي من عند السنتر
او من عند البريفري كده، وبتبتدي انك ايه تخرم في البابيول الموجود عندك. تمام كده؟ اي حاجه تعمل تروما، عايز تعمل لايت الكترو اسوسيشن، عايز تعمل ليزر، كرايو، ايا إن كان انت عايز تعمله ايه اعمله. نفس العلاج يعني بتاع الهيومن بابيلوما؟ نفس العلاج بتاع الهيومن بابيلوما، بس الفكره هنا ان بقى ان ما فيش حاجه اسمها مخصصه لعلاج حاجه، لا هو الموضوع كله ايه على بعضه كده. ممكن احنا نعمل اميون ريسبونس، ممكن ادهن بايميونو كيومود، او اللي انا اعمل انجكشن لاي بكتيريا او ام ام ار فاكسين او وات ايفر. كده خلصنا الفيرال سكن ديزيز، وهنخش على الفانجل سكن ديزيز.